البرنامج برعاية مشاهدينا. برحب بحضراتكم معنا مرة تانية وصحتك. موضوع فقرتنا النهاردة هنتكلم فيه عن التهاب الأحبال الصوتية، عن أسبابها، طرق علاجها، طرق التشخيص وطرق الوقاية كمان. يمكن ناس كتير قوي بتعاني من فكرة بحة الصوت دي. هنتعرف على تفاصيل أكتر تخص موضوعنا النهاردة مع دكتور أيسر بسالي، استشاري طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحات الشخير بالليزر ومناظير الجيوب الأنفية. أهلا بك دكتور. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. موضوع مهم الحقيقة، ويمكن ناس كتير قوي تقول أنا عندي بحة في الصوت بس ما تعرفش إيه هي دي ولا إيه طرق علاجها ولا تشخيصها. ففي البداية نعرف يعني إيه بحة الصوت. طبعا كلنا كل بن آدم يعني له درجة صوت معينة، تمام، وله بصمة صوت معينة. والدليل على كده أن حضرتك مثلا لما بتتكلمي النهاردة في التليفون أنا بعرف حضرتك، ممكن يبقى عندك شويه برد تتصلي ببقى حاسس ان انت غريبه. ممكن مثلا لو صوتك متغير انا مبقاش عارف فكرك، مع ان الطبيعي ان انا ببقى عارف صوتك مثلا. دي بصمه الخاصه بكل انسان، تمام. اي تغير في هذا البصمه او تغير في هذا التون او الطبيعه بتاعه البني ادم ده الخاصه بيه تستمر اكتر من 3 او 4 ايام يبقى في تغيير في الصوت، في بحه صوت او تغير في الصوت بشكل مستمر. بشكل مستمر يعني مش مثلا لمده 2-3 صوتي اتغير او قل شويه او حسيت ان في حاجه وقفت هنا كده، لكن ده بشكل مستمر. بالظبط اللي هو 2-3، ما انا طبيعي ان لو قعدت سوري يعني اعلي صوتي او اسيء استعمال الصوت لمده ساعه مثلا، اكيد الساعه الثانيه مش هتبقى زي الساعه الاولانيه والساعه الثالثه مش هتبقى زي الساعه الثانيه، فده طبيعي. زي مثلا اي واحد بيتكلم من غير ميكروفون لفتره طويله لازم على الساعه الثانيه صوته هيتغير، ده شيء طبيعي يعني. لفت نظري جمله اسيء استخدام الصوت. يعني ايه؟ إساءة استعمال الصوت زي بالضبط أي حاجة. الأحبال الصوتية برضو عشان ندي فكرة إحنا زي بنتكلم، لأن هي دي نقطة مهمة. أنت صوت بيطلع منين وطبيعة الصوت ده إزاي؟ الحنجرة بتتكون من نقول عليه صندوق حنجري، والصندوق الحنجري ده بيحتوي على حبلين. حبلين بمعنى حبلين، يعني هم عبارة عن حبلين، وأوري حضرتك الصورة بتاعتهم حاليا، انه دول بيتحركوا في اتجاه بعض. احنا مش بنتكلم مع الشهيق، بنتكلم مع الزفير. يعني الهواء هو طالع من الرئة بيحرك الاحبال الصوتية دي بحيث انه الصوت يطلع طبيعي. بعد اذنك انا عاوز اوري برضو السادة المشاهدين الاحبال الصوتية الطبيعية اللي هما الحبلين الصوتيين دول. دول ده الحبل وده حبل، ده شيء طبيعي، ده لما بيبقوا مضمومين ودول لما بيبقوا مستخدمين. الأحبال الصوتية دي بيبقى على الجنب منها بيجي عضلات معينة، العضلات دي بتبقى في المنطقة اللي هنا واللي هنا، ودي اللي بتحرك الأحبال الصوتية بحيث الصوت يطلع. تمام. الهواء هو طالع بيعمل فايبريشنز كده وبيعمل اهتزازات معينة، العضلتين دول اللي هنا بيفتحوا ويقفلوا الأحبال الصوتية، مع ان هنا في الحتتين دول اللي هما الزاويتين دول في مفصلين، مفصل بيحرك بيساعد على الحركة، فتح وقفل فتح وقفل. اي خلل في العضلتين دول، اي خلل في نعومة الأحبال الصوتية، اي خلل في المفصلين دول بيؤدي الى تغير في طبقة الصوت. طيب الخلل ده بيجي من ايه؟ الخلل ده بيجي من اسباب عدة جدا جدا جدا. في اسباب طبعا زي ما حضرتك قلتي، اول حاجة استهلاك الصوت، نعلي صوتي طول بالزبط. الوقت ان انا بستعمل الحنجرة في صوتي وليس بستعمل الشفايف، بمعنى الاستخدام هنا
مره واثنين، ده بيبقى تقل، ان الاحبال الصوتيه دي بتقفل وتفتح بصعوبه مره واثنين وثلاثه من كتر التحركات دي، بيحصل تورم زي ميه تحت الجلد اللي بتيجي مثلا من حضرتك رجلك واقفه طول اليوم، فبيتكون ميه تحت الرجل من كتر الالتهابات. الالتهابات دي بتخلي الاحبال دي بيحصل لها تخانه، والتخانه دي عباره عن تراكم ميه ورا الطبله او اديمه اللي احنا بنقول. فلما بتيجي الاحبال الصوتيه تقفل، طبعا ده ضعف حجمه وده ضعف حجمه، ما بتقفلش كويس، بتبتدي تحصل حركه ده من سوء الاستعمال. واحد يقول لي ايه، انا صرخت، خاصه في الستات، انا زعقت صرخت جامد جدا 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 مثلا في اي مناسبه، بعد كده صوتي راح خالص، ده استهلك صوته او اساء استعمال صوته. يعني ايه انا بخرج الصوت من شفايفي مش من الحنجره؟ بمعنى احنا دلوقتي انا بتكلم من هنا، ممكن اقعد اتكلم من هنا من غير اي تقل على الحنجره، انا لو حطيت ايدي كده مفيش اي مشكله، مش حاسس باي مشكله، وممكن اتكلم من كده 10 ساعات مفيش اي مشكله، ما حركش دول يعني. لكن لما اجي اعمل ايوه، استعمال الصوت كله جاي طالع من منطقه الاحبال الصوتيه، اللود او الحمل كله من الصوت مش من هنا، من منطقة الحنجرة، ودي أسوأ مرحلة اللي بتؤدي لكل اللي حضرتك بتؤدي. يعني إحنا ممكن نقول إن المدرسين مثلاً أو المحامين مثلاً أو المذيعين أو المطربين اللي هما بيستهلكوا طول الوقت الحنجرة بتاعتهم، دول ممكن أكتر الناس عرضة لالتهاب الأحبال الصوتية. لالتهاب الأحبال الصوتية. طيب. بس إحنا لو بقى هنتكلم على طرق التشخيص الخاصة بالالتهابات دي إزاي؟ طرق التشخيص بتبتدي إن العيان ما بيجيش للدكتور. ان العيان دايما يقول لي انا جالي برد وصوتي اتغير وباخد برشامه برد او باخد بشرب مش عارفه ينسون ونعناع، حلو وجميل وكل حاجه انه لازم يشرب سوائل دافيه وبتاع، بس هو مش عارف امتى يلجا للطبيب. لما بدا صوته تقريبا يختفي او يروح، يعني هو بدا يوصل لمرحله البحه اللي بتؤدي الى انقطاع صوته خالص، فهو بقى متضايق، خاصه لو طبيعه شغله زي ما حضرتك بتقول ان هو بيتكلم والموضوع بدا ياثر على حياته كشغل، فبالتالي بيبتدي يجي يسأل. العيان ده طبعا بنفحصه، قد يكون النقطة اللي لازم تنقلنا من سؤال حضرتك ده انه قد يكون موضوع بسيط جدا جدا وقد يكون موضوع خطير جدا، والأعراض واحدة. الأعراض واحدة. الأعراض واحدة، بحة الصوت، وهو عنواننا النهاردة اللي حضرتك بتسألي فيه، انه هي بحة الصوت حاجة واحدة، كله بيحصل له بحة الصوت، مفيش عيان بيجي أول ما يحصل له بحة في الصوت، دايما العيان ده بيلجأ للوصفات البلدية، يبتدي ياخد ينسون ونعناع وسوائل دافية والكلام ده كله، يبتدي هو يستهلك علاجات العادية وأدوية البرد ويروح حاجات الاستحلاف بالظبط، ويروح للصيدلي مثلا اللي جنبه على أساس إن الموضوع بسيط، صوتي مبحوح، ياخد قرص استحلاب مش عارفة إيه، مسكن وهكذا. لما ما بيحصلش تحسن والوضع يسوء أكتر، يبتدي بقى إن الصوت يروح أكتر، فهو يبتدي بقى يدور على الدكتور، فبيجي عادة بعد كده بيروح للدكتور الأنف وأذن. لما بيجي المريض احنا بنكشف عليه طبعا، بنفحصه عادي خالص كجيوب أنفية وكأزور، لكن قد يكون موضوع بسيط زي ما قلت لحضرتك، فإذا كان مجرد دور برد، إذا كان مجرد دور التهابات، ساعات بيجي مثلا دور برد يقلب التهابات مزمنة شوية في الجيوب الأنفية، يبتدي يتكون زي مخاط، يبتدي ينزل على الأحبال الصوتية تأثر عليه، قد يكون عنده مشكلة يعني كلنا خافين عنها مثلا وتؤدي لبحة الصوت، إنه عنده ارتجاع في المريء. طب ايه علاقة ارتجاع المريء ببحة الصوت؟ الدراسات الجديدة والمناظير الجديدة اكدت ان ارتجاع المريء او زيادة حموضة المعدة اللي بتطلع فوق، انا برضو بعد اذن حضرتك عاوز اوريك الصورة هنا طبعا، ان المريء هو الخط الاحمر ده الصغير ده، ودول الاحبال الصوتية. لما بيحصل ان الحموضة بتطلع من المعدة لمنطقة الحلق، يبتدي العيان ينام، يبتدي المادة الحمضية دي تتراكم عند المفصلين اللي هنا، ويبتدي يحصل فيهم تضخم، وبالتالي ما يقفلوش بالصورة الطبيعية، فبالتالي الصوت يبقى عنده البحة دي. فده موضوع مهم قوي، وده طبعا علاجه سهل، ان العيان طبعا يا اما بياخد علاجات للمعدة او احتياطاته من هو مثلا ما ياكلش وينام، يعني لازم يقعد ساعتين ما بين فترة العشاء وفترة النوم، ولما يجي ينام ينام على مخدة عالية، ده لو عنده ارتجاع، في المريء ده طبعا وعمله البحة دي بالظبط، ده احنا اللي بنكتشفه لما بنكشف على عيان.
احنا دلوقتي طبعا عندنا مناظير صلبه ومناظير مرنه بتورينا صوره الاحبال الصوتيه كامله، وبتورينا شغاله ازاي، بتورينا اذا كان فيها اي مشكله، وبتورينا كمان الديناميكيه الحركه بتاعتها اثناء الصوت. ده طبعا بيحدد بالظبط المشكله جايه منين. حضرتك كنت بتقول انه المريض مش بيجيلي غير بعد البحه، هي في اعراض مثلا ممكن تقول ان انا عرضه انه تجيلي البحه دي فاتوجه للطبيب قبل ما يحصل لي المشكله؟ اه طبعا. زي ايه؟ نمره واحد زي ما حضرتك قلت انك بتجيلك بحه في الاول مثلا كل ساعتين ثلاثه لو اتكلمتي 10 دقائق بس انت بتفوتيها لان الصوت بيرجع طبيعي فما بتروحيش تكشفي. لكن لما الموضوع يتكرر معاكي ان بتجيلك البحه النهارده كل ما تتكلمي ساعه وبكره كل ما تتكلمي ساعه وبعده كل ما تتكلمي نص ساعه، لا يبقى في حاجه غلط. اه هي لسه ما ظهرتش ما عطتكيش عرض دائم لكن هو في حاجه غلط. طب ما تسالي الدكتور الاول اذا كان ممكن نعالجها من الاول. الحاجه الثانيه العيانين اللي بتجيلهم شرقه، يعني العيان بيشرق اثناء النوم او حتى اثناء مثلا ما بيضحك، لا انت تروح تكشف. الشرقه دي بتخليك تقطع نفسك تقعد وتعمل الحكايه دي وبالتالي يبقى في حاجه غلط، دي ممكن تاثر على الاحبال الصوتيه. الحاجه الثالثه الحاجه اللي احنا بنهملها ان العيان عنده نحنحه دائمه كل شويه بيعمل كده عشان هو بيقول لك اصلا انا بسلك صوتي. الحركه دي في حاجه بتديله هذا الاحساس انه عاوز يعمل الحركه دي يبقى في حاجه غلط. يعني ده مش طبيعي. لا مش طبيعي، مش مفروض ان انا الحكايه دي. اه لو هي مره ولا اتنين اوكي، لكن لما تقعدي حضرتك كل يوم بتعملي الحركه دي مثلا على طول دايما عندك الحركه دي اللي هي النحنحه، مع الوقت النحنحه دي بتبقى يعني تروماتايزك، يعني بتؤدي الى ان الاحبال الصوتيه تتورم وتلتهب. طب ما نعرف ايه سببها من الاول، ايه سبب النحنحه دي وناخد لها علاج بدل ما نوصل ان الاحبال الصوتيه حصل لها التهابات. فهماني حضرتك؟ في ناس بتحس ان الموضوع مش بالصعوبه او مش بالخطوره اللي احنا بنتكلم بيها، يعني ايه المشكله لما احس ان صوتي مثلا، في ناس تقول كده بالبلدي يعني غشلق او مش عارفه المصطلحات دي او مغلق. او مغلق، فمش مشكله يعني انا هشرب حاجه سخنه فالموضوع هيبقى كويس وطبيعي. محدش مدرك خطوره الوضع ده بالظبط. هو قبل الخطوره هو المشكله ان الموضوع بيتطور، وهقول لحضرتك بعد كده التطورات. لكن انت كان من الاول ممكن نديك علاج بسيط خالص 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 للنحنحه او للارتجاع او للحساسيه او للبلغم او للجيوب الانفيه. طب ما الموضوع سهل جدا جدا. ساعات بيبقى فيه جزء من الحساسيه دي بيجي في الاحبال الصوتيه نفسها زي حساسيه الانف، فده بيخلي ان الحساسيه دي برضو بتعمل. طب ما الموضوع كله له علاج. طب ليه تستنى لما صوتك يغلق وتبقاش عارف ترجعه تاني؟ بدل ما كنا بناخد 3-4 ايام ممكن نوصل لحد من اسبوعين لحد شهر. طب ده يودينا بقى للمضاعفات، يعني قبل ما نتكلم عن العلاج المضاعفات. اه هي دي بقى النقطه. كل ده بنتكلم في علاج المضاعفات. الناس بقى اللي هم بيهملوا في العلاجات و و و وبيهملوا في وبيسيء استعمال صوتهم والكلام ده كله وما بيوقفوش، يعني يقول لك انا صوتي يغلق بس انا طبيعه الشغل ما اقدرش اوقف. انا جالي برضو محامي مثلا بيقول لي انا ما اقدرش ابطل الكلام. طب يا عم ريح صوتك شويه، مش قادر. طب ما ده حله ايه؟ ما هو لازم هيحصل له كده. المشكله المضاعفات بقى بدايتها ان بتبتدي تتجون حاجه اسمها نتوءات على الاحبال الصوتيه او سينجر نديول، هم مسمينها انها حبيبات المغني للناس اللي بيغنوا. لان اول ما اكتشفوا ان دي ما بتجيش الا في المغنيين. طب ايه المغني بيعمل ايه غلط عكس الناس كلها اللي بتجيله الحبيبات دي؟ بالظبط كده. برضو بعد اذنك هنشوف الصوره دي مع بعض، ان الاحبال الصوتيه اللي هنا دي المفروض فيها نعومه كامله الاحبال دي، مع سوء استعمال الصوت ومع كتر استعمال الصوت تبتدي تحصل زي تجمعات دموية صغيرة جدا جدا على الأحبال الصوتية. على الأحبال الصوتية من كتر ما هم بيخبطوا في بعض من سوء الاستعمال. فهماني؟ زي بالظبط بعد الشر لما أي واحد بيتخبط بيحصله تجمع دموي تحت الجلد. نفس الفكرة، الخبطة اللي بتيجي في الأحبال الصوتية دي تعمل نتوء زي راس الدبوس هنا وهنا، فيبتدي الأحبال الصوتية بدل ما هتقفل كده في حبيبات صغيرة بتمنع القفل، فبالتالي عمر الصوت ما يرجع لطبيعته. وطبعا بعد كده العيان كل ما بيستهلك صوته تبتدي الحبيبات دي تكبر تكبر، تبتدي تعمل زي السمسمية هنا وهنا. طبعا دي بيبقى حجمها كبير جدا بالنسبة للأحبال الصوتية وبتعمل بحة تامة في الأحبال الصوتية. لما بيجي العيان في الأول
بيبقى الموضوع سهل ان انا اديله فرصه بالعلاج، الحبيبات دي يحصل لها امتصاص وترجع الامور لطبيعتها. لكن هو طبعا برضو عشان بيهمل في ده يبتدي يستخدم صوته، يستهلك صوته، يبتدي يتكلم زي ما هو، تبتدي الحبيبات دي تكبر 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 لدرجه ان هو فعلا خلاص مش ممكن ترجع بالعلاج. وساعتها بقى التدخل الجراحي اجباري مش اختياري. طيب بما انه اتكلمنا عن التدخل الجراحي، فقبل التدخل الجراحي اكيد في مجموعه من العلاجات اللي ممكن اي مريض عنده المشكله دي ياخدها فحالته تتحسن. اني حاله بالضبط اللي تقدر تاخد العلاج العادي الموضعي، واني حالات برضو تتدخل فيها جراحيا؟ طالما الامور في اولها وبيجي بيلجأ للدكتور، بس الدكتور بالمنظار المنظار الحنجرة بيأكد إذا كان ده مجرد التهاب ولا لحمية أو نتوءات. ما هو لو اتكونت نتوءات الدكتور بيقدر يقيم إذا كانت النتوءات دي حاجة حديثة قابلة للعلاج ولا غير قابلة للعلاج، ده بيفرق جدا طبعا. فكل ما بتروح للدكتور بدري بيبقى العلاج سهل وبينتهي وموضوع بيبقى عبارة عن مضادات للالتهابات. إذا كان في ارتجاع وثبت بالمنظار إن احنا بندي علاجات للمعدة مع شوية ملحوظات للمريض، إذا كانت المشكلة الحساسية الجيوب الأنفية بنعالجها، إذا كان عنده زيادة في إفرازات الجيوب الأنفية الخلفية فبنديله علاج، إذا كان عنده حساسية في الحنجرة بنديله علاج. الموضوع كله بيبقى له حل، فهماني حضرتك؟ بيبقى الموضوع في اوله والعيانين دول طبعا لو الموضوع ده بيتكرر معاهم بنوجههم الى عمل جلسات تخاطب علشان يتعود يتكلم من شفايفه. بس حضرتك حلتيها ان انا بفهمه ازاي يطلع صوته او ازاي يستعمل صوته بدون ان يستهلكه، انه بدل ما يبقى الضغط كله على الاحبال الصوتيه لا انا اخليه يتكلم عادي خالص، وامتى ياخد نفسه، امتى يوقف، امتى ما يستهلكش الصوت، امتى يرجع يطلع الصوت، نوع من انواع التخاطب زي العلاج الطبيعي كده اللي احنا بنعمله لعضلات الحنجرة وسقف الحلق، وفي نفس الوقت ان هو يتعلم الفونيشن او ازاي يطلع الصوت من الفم مش من الحلق. ده كمان هيستفيد منه اكتر اصحاب المهن اللي بتتطلب انها تتكلم طول الوقت. بالظبط، ما هو ده اللي بنوجههم، احنا مش الواحد عادي، الناس المدرسين والمحامين والمذيعين والمغنيين واللي بيشتغلوا مثلا في الكول سنتر والناس دي اللي هي طبيعه شغلهم ان هو يبتدي الشغل يخلص الشغل كلام. وما ينفعش يوقف، ما ينفعش يقول طب انا هاخد راحه كده، فهماني حضرتك؟ ما هو طبيعه شغله، هو حتى لو اخد يوم اجازه او يومين اجازه طب ما هيرجع تاني لنفس طبيعه الشغل، لا يبقى انا اكيفه على طبيعه شغله. طيب هل السن بيتدخل في فكره طريقه العلاج؟ يعني لو شخص كبير في السن بيختلف عما كان شاب؟ طبعا مش طرق العلاج، طالما الموضوع اصلي طبعا بحث الصوت لسه الجزء التاني اللي هنتكلم فيه وهي أورام الأحبال الصوتية. لكن طول ما هو في حدود مجرد الالتهاب أو بداية النتوءات على الأحبال الصوتية أو الحساسية أو الكلام ده كله سواء صغير أو كبير، طبعا مع العلاجات بتجيب أو التدريبات أو الكلام ده كله بيجيب نتائج كويسة، كله علاجات مضادات للالتهابات حسب الحالة، مضادات للمعدة إذا كان محتاج مذيبات للبلغم، أدوية حساسية وتدريبات. يعني بنشوف المشاكل وبنحلها. بالزبط. ده بيؤدي إلى زوال المشكلة 100%. طيب الأورام بقى، ويمكن ده اللي بيخوف ناس كتيرة قوي، إزاي اكتشف ده وهل في علاج ولا لأ؟ أنا عاوز أقول لحضرتك يعني من خبرة السنين بصراحة إن الموضوع انتشر انتشار غير طبيعي، يعني أنا مش بخوف الناس بس فعلاً زمان ما كناش بنشوف حاجات الحنجرة دي إلا نادرا، أورام الحنجرة، وفي نفس الوقت كنا مش بنشوفها إلا فئة عمرية عادة فوق الستينات. مش عاوز أقول لحضرتك في الشهر ده أنا شايف حالتين من الأورام في سن الثلاثينات. إيه السبب يا دكتور؟ التدخين التدخين التدخين. التدخين يعني ثبت علاقته بكل أنواع السرطانات والأورام الخبيثة، لكن بنسبة معينة التدخين 100% الحنجرة. بمعنى طبعا مش بقول كل المدخن لا قدر الله هيجي له اورام خبيث في الحنجره، ولكن كل اللي يجي لهم اورام خبيثه في الحنجره بنسبه اكتر من 98% بالظبط يكون التدخين هو السبب. فمفيش سبب اخر. عشان كده وصلوا لمرحله ان حتى على علب السجاير الصوره اللي بتتحط هي صوره سرطان الحنجره، يعني ما يحطوش سرطانات تانية، دايما يحط صورة الحنجرة والكلام ده كله، لأن هو فعلا الحنجرة اللي ثابتة طبيا وعلميا بنسبة 100% إن ده هو ده.
نسب الشفاء من الورم ده؟ الورم بقى قبل ما نتكلم برضو عن الاورام النتوءات دي بنعتبرها اورام حميده، فدي سهل ان احنا بنشيلها والعيان بيرجع لطبيعته، بس مش معنى ان احنا نشيلها ان احنا عطينا رخصه للمريض ده انه يرجع يزعق ويستخدم صوته تاني. ما هترجع تاني وترجع تالت وترجع خامس. ما هو ايه اللي جابها اولاني؟ استهلاك الصوت. واللي جابها تاني وتالت هو استهلاك الصوت. بتتشال بالايه؟ بتتشال بالمنظار وبتشال جراحيا وبالليزر دلوقتي حاليا، فطبعا بتجيب نتائج كويسه جدا بدون اي تاثير على الصوت نهائي. يعني المريض بيقدر يتكلم عادي؟ يعني بعد 48 ساعه العيان بيرجع لحياته الطبيعيه 100%، ده لو هي النتوءات. طب لو هو ورم بقى؟ نخش بقى في الاورام. الاورام متعدده الانواع والاصناف والكلام ده كله. الاورام قد تكون ورم حميد، يعني ياما بيحصل اورام حميده زي كيس دهني بالبلدي كده بيطلع الأحبال الصوتية، أو أي نوع من أنواع الأورام الحميدة دي. طبعا بتبقى إحنا في جميع الأحوال لما بنشيل أي حاجة من الحنجرة لازم بنحللها وبنعرف طبيعتها. لو إحنا في جميع الأحوال حاليا بنشيل الورم كله ما بناخدش عينة يعني، فلما بنشيل الورم الحميد وبنحلله وبيطلع حميد الموضوع بينتهي وخلصت الموضوع، العيان ما بياخدش أي علاجات. بننتقل إلى المرحلة اللي هي الشهيرة واللي احنا بدأنا نشوفها بصورة كتير، اللي هي أورام الخبيثة أو الأورام السرطانية دي. طبعا هي بتيجي يعني في الرجالة أكتر من الستات بالنسبة يمكن 4 لـ1، لأنه المدخنين في الرجالة أكتر من الستات. دي نقطة، وبرضو فيها عامل يعني يعتمد على الجنس المريض نفسه، يعني في أورام بتيجي للستات وأورام بتيجي. طب يا دكتور في مقدمات لأنه الناس بتتخدص له لأنه فجأة بيكتشف أنه عنده ورم، هل الورم ده ليه مقدمات؟ مقدمات، واحد بيدخن بحث الصوت اكتر من 5 أيام اليوم السادس لازم يروح للدكتور ببساطة. بس كده ده اهم حاجة، لان اورام الحنجرة برضو زي اي اورام. الورم ده بيبتدي دايما 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 في الاحبال الصوتية عادة، يعني بيبتدي في الاحبال الصوتية، بيبتدي بجزء صغير ما بيخترقش كل التخانة بتاعت الاحبال الصوتية، لو سوي شوية بيخترق، سبناه شوية بيخترق العضلات اللي تحت الأحبال الصوتية، سبناه شوية بياخد الحنجرة، سبناه شوية بينزل على بداية القصبة الهوائية. طبعا دي المراحل المتأخرة. طب ايه حله لما بيبقى حتى لو هو ورم خبيث؟ ان احنا بنشيله برضو في الاول نتائجه بتبقى ممتازة، لان احنا دلوقتي في جميع الاورام وخاصة اورام الحنجرة عندنا 4 مراحل، مرحلة اولى تانية تالتة رابعة، نتكلم عنهم برضو. المرحلة الاولى وهو ان الورم جوه الاحبال الصوتية فقط، فانا مجرد بشيل الورم نفسه وبشيل معاه سيفتي مارجن او حد امان، بحيث ان الورم حجمه كده وانا بشيل حواليه ميلي كمان عشان بيبقاش فيه فرصة. العين ده تقريبا موضوع انتهى بعلاجات بسيطة بعد العملية، بينتهي الموضوع. ما بياخدش بقى ولا كيماوي ولا حتى لو اخد بياخد، في ناس طبعا ما بتاخدش لو هي في المراحل الاولانية قوي، وفي ناس اللي بتاخد كميات حاجة بسيطة جدا والموضوع بينتهي وبيبقى مجرد متابعة مع الدكتور في العيادة العادية خالص وينتهي بنسبة 100%، بنسبة شفاء 100%. ده لو هو جه في الاول، عشان كده بقول لحضرتك كل ما بتهتم، يعني احنا جزء مننا سرعة الشفاء ربنا ما يسمحش، يعني هو نوع من الجهل بالموضوع. فده المرحلة الاولى. المرحلة التانية اللي هو ان هو الورم اخذ الاحبال الصوتية واخترق كل تخانة الاحبال الصوتية، ودي بتصعب الامور شوية، ان احنا لازم بنشيل حبل كامل من الاحبال الصوتية، وطبعا ده بيفضل البحة على طول بس بننقذ العيان، فهماني؟ فلكن برضو نسبة الشفاء لا بأس بها، بس طبعا ده بياخد كيماوي وساعات إشعاع. لا، وكمان ده بيأثر على الحبل الآخر، يعني ده بيخلي بقى طريقة التعامل مختلفة. أوكي، ما هو دلوقتي ده ورم سرطاني، يعني أشيله الأحبال ويتكلم مبحوح أفضل من إنه ما يتكلمش خالص. طبعا إنه يأثر. دي المرحلة التانية. المرحلة التالتة إنه يوصل بقى لمنطقة الحنجرة اللي هو بعد إذنك نشوف الصورة كده بتاعة القصبة الهوائية. الصندوق ده اللي هو ده، الصندوق اللي هو ده، ان الاحبال دي توصل للاطراف بقى. ودي المرحلة الثالثة اللي هي بتبقى صعبة جدا جدا، وفي نفس الوقت المرحلة دي ساعات بنضطر ان احنا نعمل استئصال كامل للحنجرة، لانه ما منفعش نشيل، نتائجها بتبقى ده بنستأصل الحنجرة وبنركب اللي الناس يقولوا عليها صفارة او شق حنجري هنا، ان العيان يتنفس منها، وبعد كده بنركب لها جهاز كلام بحيث يطلع بعض الكلمات بسيطة من العيان، لكن طبعا بيعيش بيها العمر كله وما بيقدرش يرجع كما كان. هو مش هيرجع كما كان، هو احنا بس بنحافظ على حياته فقط.
طبعا. بس لكن هيفضل بالصفار. لكن هي برضو اللي بقوله لك ده, وان احنا استئصال الحنجرة بطلنا من زمان, لانه المفروض ان بقى في نسبة وعي انه في, ما هو ما بيجيناش الحالات دي زي زمان. ما هو المفروض لما تبح الصوت ولسه الموضوع في اول اتوجه للدكتور. فهماني؟ المرحلة الرابعة طبعا اللي هو لا قدر الله ان الورم يطلع من البوكس او من الصندوق بتاع الحنجرة ويروح اعضاء تانية بقى. نسب قد ايه يا دكتور؟ يعني احنا لو هنتكلم على الحالات اللي هي الخطيرة اللي ممكن نستأصل فيها الحنجرة, او الحالات اللي اصعب من كده, نسبها عالية؟ في حدود 10% من اورام الحنجرة. 10%. ودي برضو نسبة مش قليلة. لا طبعا نسبة كبيرة. مع شكل بقول لحضرتك لو العيان اهتم بالمشكلة من بدري بدري, للأسف الأمور بتتحسن. يعني نشكر الله الأمور بتتحسن, لكن للأسف الناس ما بتهتمش. هي دي النقطة. وبرضو يعني عاوز أقول لحضرتك حاجة, في الطبقات الناس البسيطة بيبقى عندهم التدخين ده يعني بصورة علبة واثنين وثلاثة في اليوم, وهو اصلا من منطقه يعني هو ما عندوش حاجه غير التدخين, ويتبحى صوته مش ممكن هيروح للدكتور. لما يبتدي يحس, مش كمان ده مش بيحس ببحى الصوت, بيحس باختناق بقى, مش قادر ياخد نفسه لان الورم قفل الاحبال الصوتيه. برضو ارجع اقول لحضرتك احنا بنتنفس يعني من الفتحه دي, احنا بنوصل لمرحله اننا مش عارفين نتنفس عشان ممكن نلجأ للدكتور في المرحله دي. وعيانين كتير جاي, مش جاي يقول لي انا صوتي بقاله سنه بس مش مزعلني صوتي, بس انا مش عارف اخد نفسي, لان الفتحه اللي احنا بنتنفس منها اللي هي ما بين الاحبال الصوتيه دي قفل او ضاقت بنسبه 80%, فجاي مخنوق. فطبعا المراحل دي مراحل متأخرة, وبنضطر نعمل لها شق حنجري, ويبتدي طبعا ياخد كيماوي اشعاعي, بس برضو للأسف النتائج بتاعتها مش مبشرة قوي. طيب انا دلوقتي عرفت كل الاضرار اللي ممكن تؤدي الى انه يحصل اورام. انا كشخص دلوقتي عايز اخد حذري, عايز اعمل عملية وقاية عشان ما يحصل ليش كل ده, المفروض اعمل ايه؟ طبعا اخلي بالي يعني الوقايه برضو تاني, التدخين ده نمره واحد واثنين وثلاثه واربعه, ده نمره واحد, ومش هقولك التقليل منه. وعاوز اقول حاجه برضو ملحوظه, فرصه ان احنا بنتكلم النهارده في قناتنا, انه الشيشه زي التدخين وليست افضل, والسجائر الالكترونيه زي السجائر وليست اقل ولا اكثر. يعني برضو اللي بيخدعوا نفسهم بالمبسم وبال ان الشيشه فيها مصفى وان السجائر الالكترونيه فيها مش عارفه ايه, النسبه واحده. قد تكون الضرر مباشر. يعني مثلا اللي بتعمله مثلا علبتين سجائر بتعمله كانها سجاره الكترونيه, لكن هي في النتيجه تراكميه, النتيجه برضو نفس الفكرة. يعني اكتر حاجه ممكن الانسان يتجنبها وتحافظ على صحته بالنسبه لموضوع الاحبال الصوتيه, البعد عن التدخين, ده عشان ما نوصلش المراحل اللي احنا بنتكلم فيها كاورام سرطانيه ولا. طيب لو انا طول الوقت بعمل النحنحة والشرقه والكلام ده, ازاي اقدر اتعايش مع الفكره دي بشكل ما يضرنيش؟ اعالجها وانا ما اسكتش. انا بتنحنح ده مش طبيعي, ان انا كل شويه حتى في وسط الكلام تلاقي ناس بعض الافراد كده مثلا وهو بيتكلم معاك وبعدين يتكلم كلمتين. طبعا لا, انا عالج في حاجه واقفه. انت هو العين ده مش بيمثل, هو فعلا عنده احساس ان في حاجه واقفه في زوره او في حاجه, فهو بيحاول انه ينظف المنطقه. لو هي بلغم طب ما ناخد لها علاج, لو هي حساسيه ما هو ما ناخد لها علاج, لو هي مشكله في المعده طب ما تاخد لها علاج. يعني نظبط الامور بحيث ما نوصلش للمرحله دي, بس ما نهملش. في اطفال ممكن يحصل لهم ده كتير طبعا. طب والطفل ممكن يكون بيستهلك او بيستعمل صوته غلط ازاي؟ ده بل بالعكس, يمكن الاطفال اكتر من الكبار بقى. ليه؟ لان هو طول الوقت في المدرسه عمال يصرخ وبيزعق وبيعلي صوته, والام تقول لك كان نازل كويس قوي ورجع صوته رايح خالص خالص خالص, وده طبعا بنشوفه كتير جدا جدا. بس احنا برضو ليه بنقلق من الاطفال؟ لان عندهم في نوع من انواع اللحميات, هي لحميات حميده لكن بتطلع في الاطفال ما بتطلعش في الكبار. دي نوع من انواع الالتهابات الفيروسيه بتؤدي الى زي بنقول عليها الصنطه اللي بتيجي في اي حته في الجسم, بتتكون على الاحبال الصوتيه, ودي بتيجي في الاطفال ما بتجيش في الكبار. الفيروس ده ما بيصيبش الحنجره الكبار. فاحنا طبعا لما بتيجي الام بتقول ان البحه مستمره برضو, بنعمل منظار للطفل ده بطريقه معينه, وفي مناظير اطفال مخصوصه دلوقتي بتقول لنا اذا كان مجرد التهاب واستهلاك صوت ولا اللحميات. وطبعا اللحميات في الاطفال دي لازم بنشيلها على طول, ما بنستناش, ما لهاش علاج, لازم نشيلها بالليزر. دي ما فيهاش فصال, لان دي عشان ما تاثرش على نمو الحنجره بتاعتك. طيب احنا بعد ما بنشيل اللحميه دي ممكن ترجع مره تانية عند الاطفال؟
لو الالتهاب بتكرر ممكن ترجع تاني وتالت ورابع. فعلا طالما الاسباب موجوده فممكن الموضوع بالزبط. يرجع مره ده بقى. يبقى احنا قلنا برضو الناس اللي بتستهلك صوتها ممكن ترجع منها النتوءات المغني دي او السنجر نجور مره واثنين وثلاثه طالما هو برضو مش عارف يبطل الكلام. طيب اذا احنا هنستخلص من حلقه النهارده انه لو انت حسيت بالبحه دي بشكل متواصل 5 ايام لازم تتوجه للدكتور. بالظبط هنقول اسبوع ولم يحدث تحسن بالطرق البلدي بتاعتنا يبقى لازم حضرتك تتوجه للدكتور للاطمئنان، وليس ان احنا بنخوفك نقول لك لا، لكن لان كل حاجه في اولها بتبقى نتائج. حتى الالتهاب العادي حضرتك لما بتيجي في الاول بيبقى مجرد بتاخدي نوع او اتنين من مضادات حيويه، لكن لما بتيجي مثلا الصوت مفتوح جدا بتضطر الدكتور يكتب لك مثلا جرعات عاليه من الكورتيزون ومضادات الالتهابات و لان هو لازم يحسن الصوت، انت فاهمه؟ فانت لسه الموضوع في اوله، فكويس قوي انه يستجيب للعلاج. انت ما تحسنتش يبقى لازم ترجع للدكتور تعرف السبب على الاقل. واكيد لانه التهابات الاحبال الصوتيه مع المضاعفات اللي حضرتك شرحتها ممكن تؤدي الى انه الشخص يفقد صوته، يعني بيفقد حياته كتير كتير قوي قوي قوي. وناس وفي ناس بقى بيحصل لهم تغير دائم في الصوت، يعني حتى لما بتعمل له عمليه بعد كده وبتشيله من كتر ما حصل تخانه في الاحبال الصوتيه خلاص ما بترجعش لطبيعتها. بنلاحظ يا دكتور فعلا ان في بعض الناس في شبابهم صوتهم بيبقى طبيعي، لما بيكبروا صوتهم بيتغير تماما، وخصوصا عند الستات تلاقي صوتها بقى شبه صوت رجالة شوية. هو طبعا في عامل هرموني شوية لأنه طبعا بعد يعني فترة التبويض وبعد فترة انقطاع الدورة بالنسبة للستات نسبة هرمونات معينة بتقل عند الستات فبتخلي صوتهم يخشن شوية. زي نفس الفكرة ان الاطفال الصغيرين مثلا يبقى صوتهم سرسع شوية وبعدين تيجي الام عند 15 تقول لك الولد بقى صوته فيه حاجة غلط. هو طبعا وصل لسن البلوغ وبدات الهرمونات تشتغل فطبعا هو بيحصل له في تغيرات كده، غير طبعا انه مع السن بيحصل ترهل في عضلات الرقبه وعضلات الحنجره فبيحصل حتى رجاله او ستات. برضو ارجع اقول لحضرتك طول ما الموضوع في الحدود الطبيعيه ما فيش مشكله، لكن انت يحصل لك تغير مفاجئ في الصوت وتسكت اكتر من اسبوع هو ده الاهمال. بشكرك جزيلا يا دكتور على كل النصايح والمعلومات اللي عرفناها النهارده. بشكرك جزيلا دكتور ايسر بسالي استشاري طب وجراحه الانف والاذن والحنجره وجراحات الشخير بالليزر ومناظير الجيوب الانفيه. شكرا جزيلا لحضرتك. تحت امرك. مشاهدينا بشكركم جدا على متابعه حلقه النهارده، اشوفكم الاسبوع اللي جاي، الى اللقاء. هذا البرنامج برعاية